ونبداو على بركه الله الفقره الاولى من هذا الدرس واللي غنشوفوا فيها لي زيسبي شيميك. وغادي نبداو بلا ديفينيسيون يعني التعريف. اون اسبي شيميك ايت ان كور بور كونستيتوي دو موليكول داتوم او ديون. ملي تنقولوا ان كور بور يعني واحد الجسم اللي فيه ماده وحده. مثال عندي واحد الخاتم مصنوع 100% من الذهب يعني فيه ماده وحده اللي هي الذهب، هذا سي ان كور بور. وعندي خاتم واحد اخر فيه 70% ديال الذهب و 30% ديال النقره لارجون، هذا فيه اكثر من ماده، هذا كيتسمى ان ميلونج. وهذا لو كور بور الي كونستيتي دو موليكول داتوم او ديون. بالنسبه للموليكول اتوم و ايون كنتو شفتوهم في الكوليج ولكن ما كاين باس ندير واحد التذكير. بالنسبه للموليكول هي ان اونسومبل داتوم ليي يعني بزاف ديال لي زاتوم مجموعين وملاصقين مع بعضياتهم. اما الاتوم بوحدها فهي مكونه من واحد النويو اللي فيه دي بروتون و تيدورو على داك النويو دي زيليكترون. الا شفنا مزيان في الاتوم تلقاو بلي لو نومبر دو بروتون بوزيتيف كيساوي لو نومبر دي زيليكترون نيجاتيف اللي كيدورو عليهم. هاد الاتوم هادي الا ربحات او لا خسرات واحد الالكترون كتولي نيون. ندوزو دابا نشوفو لي كاركتيريستيك دون اسبي شيميك يعني المميزات ديال واحد لي اسبي شيميك. عندنا لو نون الاسم، عندنا لا فورمول يعني واحد الا بغينا نقولو واحد الرمز ولا واحد الاختصار ديال لي اسبي شيميك. وعندنا دي كاركتيريستيك فيزيك لي بينهم لا ماس فوليميك لا تمبيراتور دو شانجمون ديتا وكاينين بزاف اخرين. بالنسبه لهاد لي كاركتيريستيك هما بحال قلتو لا كارت ناسيونال ديال لي سبي شيميك فيها كاع المعلومات ديالها. مثال الا خدينا لو بور اللي هو الماء الخالص، دونك مثال الا خدينا لو بور الماء الخالص لو نون ديالو هو لو، لا فورمول هي H2O، لا موليكول ديالو كتكون من جوج ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين وان اتوم ديال الاكسجين. لا ماس فوليميك ديالو هي 1 غرام بار سنتيمتر كوب. ولي تمبيراتور دو شانجمون ديتا ديالو، عندنا تمبيراتور دو فيزيون ولا دو سوليديفيكاسيون اللي كيتحول فيها من السوليد ليكيد ولا من ليكيد سوليد هي 0 دوغري سيلسيوس. وعندنا لا تمبيراتور دو فابوريزاسيون ولا دو ليكيفاكسيون يعني تمبيراتور اللي كيتحول فيها من ليكيد الغاز ولا من الغاز ليكيد هي 100 دوغري سيلسيوس. وكاينين بزاف ديال لي كاركتيريستيك فيزيك اخرى بحال لا دونسيتي لو بي اش لا كونديكتيفيتي تيرميك الكتريك اكسيتيرا. ندوزو دابا نشوفو لي زوريجين ولا لي تيب دون اسبي شيميك يعني الاصل ومنين تجي هاد لي اسبي شيميك. اون اسبي شيميك بو اتر ناتوريل طبيعيه كي بروفيان دو لا ناتور يعني كتجي من الطبيعه بحال لو سوكر اللي الاصل ديالو هو لا كان، لو سيل اصل ديالو لو دو مير، لو لي اصل ديالو لا فاش، او لو فير لي الاصل ديالو لو صابون. اون اسبي شيميك بو اتر سينتيتيك يعني مصنعه ولا صناعيه، فابريكي شيميكمون بار لوم دون لي لابوغاتوار يعني صيبها الانسان فواحد المختبر بعد ما خلط بزاف ديال المواد. هاد لي سبي شيميك سينتيتيك تقدر تكون ارتيفيسيال يعني ما كاينش بحالها في الطبيعه بحال البلاستيك. البلاستيك هو واحد الماده اخترعها وصنعها الانسان ما كاينش بحالها في الطبيعه. ما غنلقاوش واحد النبات ولا واحد الحيوان اللي تيعطينا البلاستيك اولا غادي نحفروا عليه تحت الارض وغنلقاو، دونك كيتسمى ارتيفيسيال. اون اسبي شيميك سينتيتيك بو اتر اوسي ايدونتيك ا لا ناتوريل يعني كتشبه لهذيك اللي كاينه في الطبيعه. مثال السكرين هو واحد السكر اللي صنعو الانسان في المختبر واللي المذاق ديالو حلو وكيشبه السكر ولكن ماشي طبيعي. مثال اخر عندنا ديوكسيجين دو لا بوتي اللي هو ديوكسيجين صالح للتنفس كيستعملوه في السبيطارات اولا الغواصين واللي كيشبه الديوكسيجين اللي كاين في الطبيعه. اون اسبي شيميك بو اتر اوسي اورغانيك يعني عضويه. Sa combustion produit le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. يعني ملي تنحرقوا هاد لي سبي شيميك اورغانيك فهي كتعطينا
ديوكسيد دو كربون سي او 2 وكتعطينا لو H2O. نعطيكم واحد المثال اللي شفتوه في الدوزيام اني كوليج واللي هو لو بوتان. البوتان الغاز ديال البوطه ملي تنحرقوه فهو كيعطينا في لي برودوي لو ديوكسيد دو كربون اي لو. عندنا اوسي البروبان اللي هو الغاز كيشبه البوتان وعندنا الكول. بعدو حتى هما لا كومبيسيون ديالهم كتعطينا لو سي او 2 اي H2O. فهاد الفقره غادي نديرو بزاف ديال لي تيست يعني اختبارات وتجارب باش نعرفو شنو هما لي زيسبي شيميك اللي كاينين في واحد لا ماتير ولا في واحد لو كور. ناخذو مثال اللي هو الليمونه. الليمونه بار اكزومبل فيها واحد لي سبي شيميك اللي معروفه اللي هي الفيتامين سي. هاد الفيتامين سي الا بغينا نستعملو حواس ديالنا خمسة باش نكتشفوه ما نقدروش، لان هاد الفيتامين سي ما نقدروش نشوفوه، ما نقدروش ندوقوه، ما نقدروش نسمعوه، ما نقدروش نشموه، واخيرا ما نقدروش نمسوه. دونك لي 5 سونس نو سون با سوفيزون بور ديتيكتي تو لي زيسبي شيميك. يعني الحواس ديالنا بخمسه راه ما نقدروش نعرفو بهم كاع لي زيسبي شيميك اللي كاينين في واحد الماده. وحتى الا كانت هاد الماده نقدروا نلقاوها بشي حاسه من الحواس. بحال دابا الا خديت واحد الليكيد وفيه واحد الماده اللي نقدر ندوقها ونعرفها، ولكن هاد لو ليكيد مسموم فيه ان دونجي ما نقدرش نشربه. دونك الا ضقت منه فهذا كيشكل خطر على الصحه ديالي. دونك شنو هو الحل هنا؟ كنديروا دي تيست دي دونتيفيكاسيون، يعني اختبارات ديال التعرف على لي زيسبي شيميك. وغادي نبداو بالتيست دو بريزونس دو لو، اولا تنقولوا ليه حتى تيست دو ميز اون ايفيدونس دو لو. فهاد لو تيست شنو هي ليكسبيريونس اللي تندير؟ اون مي لو سولفات دو كويفر انيدغ سور لا سوبستانس تيستي. يعني كناخذ واحد الماده اللي سميتها سولفات دو كويفر انيدغ اللي هي واحد لا بودغ بلونش واحد الغبره بيضاء وكنحطوها على لا سوبستانس تيستي اللي هي الماده اللي كنجربوا فيها وكنقلبوا فيها واش فيها لو ولا لا. Donc le résultat de l'expérience, le sulfate de cuivre anhydre devient bleu au contact de l'eau. يعني هذا le sulfate de cuivre anhydre qui est le زرق الى لقى الماء في ديك الماده اللي كنجربوا فيها. التيست الثاني هو التيست de présence du glucose. الجلوكوز هو واحد النوع من السكر. في l'expérience, on met la liqueur de Fehling avec le liquide de la substance testée et on chauffe. يعني كناخذ واحد الماده اللي سميتها ليكور دو فيلينغ وتنزيدوها على واحد الليكيد اللي خديناه من ديك الماده اللي تنجربوا فيها وكنسخنوا داكشي. الريزولطا ان بريسيبيتي روج بريك سينيفي لا بريزونس دو غلوكوز. يعني كيتكون ليا واحد الرصيب اللي عنده لون روج بريك. البريك هو الياجور، ملي تنقولوا روج بريك يعني الاحمر اللي كيشبه اللون ديال الياجور. الا تكون ليا هذا اللون هذا فهذا كيعني باللي كاين الجلوكوز. تيست ثالث هو تيست دو بريزونس دو لاميدون. لاميدو حتى هو نوع من السكر واللي تيكون غير عند النباتات. ليكسبيريونس اون اجوت دي غوت دو لو ايودي سور لا سوبستانس تيستي. يعني تنزيدو واحد الماده اللي سميتها لو ايودي على الماده اللي تنجربو فيها. Résultat, une couleur bleu foncé signifie la présence de l'amidon. يعني في النتيجة تتبان لي واحد البقعة اللون ديالها زرق فونسي واللي تتعني باللي لاميدون راه كاين في ديك المادة اللي تنجربوا فيها. التيست الرابع هو لو تيست دو بريزونس دو ديوكسيد دو كربون. ليكسبيريونس اون اجوت لو دو شو ا لا سوبستانس تيستي. تنزيد واحد المادة اللي سميتها لو دو شو. Résultat, لو دو شو devient troublé signifie la présence de dioxyde de carbone. يعني في النتيجه هاد لو دو شو يدوفيان تروبلي تيولي بحال مسخ، وملي كيولي يبان لينا بحال مسخ فهذا كيعني باللي راه كاين ديوكسيد دو كربون في ديك الماده اللي كنجربوا فيها. دونك لو ديغني تيست اي لو تيست دو لاسيديتي ولا تنقولوا ليه تيست دو بي اش. علاش كنديروا هاد التيست وشنو هي ليكسبيريونس اللي كنخدموا بها؟ اون ديتيكت سو لا سوبستانس تيستي ايت ان اسيد او اون باز افيك لو بي اش متر او افيك لو بابي بي اش. يعني تنشوفوا واش ديك الماده اللي تنجربوا فيها واش
اسيد حمض اولا باز قاعده، يا اما بالبي اش متر اولا بورق البي اش. وهاد التجربه راكو شفتوها في التروازيام اني كوليج. دونك الريزولتا، الى البي اش متر ولا البابي بي اش عطاوني باللي البي اش صغر من 7، لا سوبستانس تيستي اي تان اسيد. سي لو بي اش كبر من 7، لا سوبستانس تيستي اي تون باز. واذا كان البي اش كيساوي 7 قد قد، لا سوبستانس تيستي اي نوتر، يعني ما اسيد ما باز. دونك بالنسبه للتيست دو لاسيديتي او للتيست دو بي اش، فكاينه اكسبيريونس اخرى حتى هي ممكن نخدموا بها. فهاد ليكسبيريونس اون مي دو بي بي تي اللي هو اختصار ديال بلو دو غوموتيمول سور لا سوبستانس تيستي. كندير واحد الماده اللي سميتها باختصار بي بي تي على الماده اللي تنجربوا فيها. الريزولتا، سي لو بي بي تي دوفيان جون لا سوبستانس تيستي اي ان اسيد، سي لو بي بي تي دوفيان بلو لا سوبستانس تيستي اي اون باز. يعني الا ولا البي بي تي صفر، يعني الماده اللي تنجربوا فيها سي ان اسيد، ولا ولا البي بي تي زرق، يعني الماده اللي تنجربوا فيها اي اون باز. We'll be right back.